تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية الصحية التي نتمنى أن نصل بها وإياكم عبر نمط الحياة الصحي والسعيد. إذن أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. نبتدي برنامجنا بفقرة التواصل الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحت الله بالنور، سرور أخوي محمود. يا هلا، شو اليوم عندنا في التواصل الاجتماعي من جديد؟ حاليا نحن موجودين نغطي توقيع مذكرة تفاهم احدى شركات ضمن الاشياء اللي نسويها لتطوير منظومة الرعاية الصحية او الطبية طويلة الامد في مستشفيات هيئة الصحة بدبي. هذا موجودين حاليا، خلي يتابعونا. ممتاز. من ضمن الاشياء اللي حكينا نتكلم عنها الاسئلة اللي كنا نحطها الاسبوعية وهي اختارها صح. فلما سألنا الاشخاص اغلبهم حول شو الأفضل، السكر الأسمر أو الأبيض، 66% قالوا أن السكر الأسمر. لكن نحن ننوه أنه قد يكون السكر الأسمر أفضل، لكن التنويه اللي حطيناه ننوه بأن الكثير من منتجات السكر الأسمر في السوق هي ملونة وغير طبيعية. وفي كل الحالات سواء كان هذا أفضل أو هذا أفضل، لازم أن ننصح باستهلاك عدد ملاعق صغيرة لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة للنساء و9 ملاعق صغيرة للرجال. يوميا فلازم ما يعني ما يحطون زيادة. في ناس يرون يحطون كل المشروبات هاي كم من كيس، لا هو مو بالكيس طال عمرك. يا سلام على القهوة من غير سكر وعلى الشاي من غير سكر. عقب فترة إذا يتعودون، لكن تدريجيا المفروض يخففون، مو بيقطعون مرة واحدة. ونختمها برسالتنا الصباحية: إن أردت النجاح فعليك أن تبحث عن الفرص في كل عقبة تواجهها، فكن متفائلا إيجابيا وفيفض تركيزك على الفرص وأفضل الفرص. شكرا لك أسماء الجناحي على هذه المداخلة وإطلاعنا على ما يسجل في حسابات هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_Dubai، سواء كنت على الإنستغرام، على تويتر أو على الفيسبوك دبي هيلث أثوريتي، وأيضا عندكم كذلك على اليوتيوب كذلك في قناة موجودة. طيب نطلع على فقرة التغذية. طيب معانا شيخة السويدي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير شيخة. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي محمود. شو رأيك في موضوع السكر مال أسمة إذا سمعتيه؟ من البداية ما سمعته. تقول عن أن السكر يعني 6 ملاعق للحرمة و9 للريال، على أساس أن الريال مر. هو يفضل أصلا يعني السكر نهائيا ما نضيفه في طعامنا طول اليوم، يعني نحاول بالتدريج نقطعه، يعني هو موجود أصلا في الأكل طبيعي. صحيح. فالواحد يأخذ احتياجه من الأطعمة الطبيعية أفضل ما يضيفه فواكه سكر مضاف. صحيح. فواكه طبعا. النشويات يعني بكل أنواعها فيها السكر. ممتاز. ما نحتاج سكر إضافي.
طيب، نذهب إلى موضوعنا الرئيسي اللي هو الإفطار الصحي وأهميته لطلبة المدارس. نحن يعني هذا الأسبوع مركزين عليه على أساس أن شوية الناس يستوعبون أهمية هذا الموضوع، أن لا تهمل وجبة الإفطار الخاصة بأطفالك أو الطلبة اللي رايحين للمدارس، لأن مسألة جدا مهمة أن يتغذى بشكل سليم. أكيد وجبة الإفطار لها فوائد كثيرة لكل الناس في كل الفئات العمرية، لكن تتضاعف أهميتها بالنسبة للطلاب. وفي دراسات علمية كثيرة أثبتت أن طلاب المدارس اللي يتناولون وجبة الإفطار بانتظام هم الأفضل في التحصيل العلمي، ونتائجهم تكون أفضل مقارنة بالطلاب اللي ما يتناولون وجبة الإفطار بانتظام، لأن زيادة على أن يوفر العناصر الغذائية الهامة مثل البروتين والنشويات والألياف والكالسيوم يساعد أيضا على تحسين التركيز والأداء المدرسي، فيزيد كفاءة التعليم. من أبرز هاي الفوائد أنه يمد الطاقة بالجسم. أنا هالإفطار اللي أتكلم عنه اللي هو قبل الذهاب للمدرسة، فبما أنها أول وجبة في اليوم بعد انقطاع الأكل خلال فترة النوم تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة خلنا نقول، ففي وجبة الإفطار لأن تعيد إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة والطاقة اللي تساعد على بداية اليوم بنشاط وحيوية، وعدم تناولها بيحس الطالب بالتعب والإرهاق وقلة التركيز، وهالشيء يعني ما نبغى يصير من أول الصبح يعني. فتمنح وجبة الإفطار عضلات الجسم بعد بالطاقة مما يحسن الأداء البدني، فهو يمد بالطاقة اللي هو الذهنية والبدنية في نفس الوقت. بما أنها بعد تمد بالطاقة فمثل ما قلنا في البداية أنها تحسن القدرة على التركيز وتزيد القدرات الذهنية للطلاب لأنها توفر احتياجات المخ من العناصر الغذائية. جميل. وبعد تساعد وجبة الإفطار على التحكم بالوزن على المدى البعيد. طبعا النوم منه ما يبغي يتم يعني في وزن صحي. فهو من البداية من الصغر الواحد يتعود على هالأشياء. في دراسات علمية كثيرة أثبتت ارتباط تناول وجبة الإفطار إفطار صحي يعني اللي هو يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والحبوب الكاملة اللي هو الخبز بكافة أنواعه والشوفان أو الكونفلكس اللي هي رقائق الذرة بالوزن الصحي، لأنه يمنع عن الإفراط في تناول الطعام، وخصوصا اللي فيه سعرات عالية طول اليوم خصوصا في المدرسة إذا كان في اختيارات يعني غير مفيدة. تعزز بعد هذه العناصر الغذائية في وجبة الإفطار عملية الأيض، فيؤدي هذا الشيء لمنع زيادة الوزن. صح. وبعد من فوائد وجبة الإفطار أنه يحسن المزاج في بداية اليوم وتخليهم يبدون يوم بمزاج جيد، لأن عدم تناولها بيسبب الإرهاق والخمول، فيكون الشخص أو الطالب سريع الانفعال، فهالشيء بيحسن مزاجهم وسلوكهم بشكل عام. طيب شيخة، بالنسبة لعمليات الأيض عند الطلبة يفترض أنها هي أعلى مستوى من الشخص البالغ، فعشان تي الأكل اللي المفروض أنه هو يأخذه يكون مختلف تماما عن الإنسان البالغ يعني. صح احتياجهم أكثر، والأكل اللي مفروض يعني يأكلونه يكون مقسم يعني على وجبات طول اليوم، وهم أغلب يومهم في المدرسة، فيفضل أنه قبل ما يطلع من البيت يكون ماكل، وفي نفس الوقت تكون يا وجبة صحية في المدرسة واختيارات له وجبات خفيفة صحية. طيب ليش الحين عادة نشوف ما بين كل أربع طلبة في واحد سمين، أو يمكن يكونون ثلاثة سمان وواحد ضعيف؟ أنا متأكد أن السبب من الأسباب هو عدم تناول وجبة الإفطار، ها شيء أكيد. طيب هذه مؤشرات خطيرة يا جماعة الخير، لأن عملية إهمال يعني تغذية عيالنا بالشكل الصحي والسليم تؤثر بشكل كبير على أوزانهم على حركتهم، أيضا الأنماط الغير صحية الغذائية يعني اللي نشوفها حاليا. البارحة عندي بنت أختي تقول لي أختي أنا قالت ما بتاكل واحدة من الوجبات السريعة، قالت لأن خالي قال لي هذا يسمونه بيخليني أموت بسرعة. طبعا ما قلت له هذا الكلام، رويته فيديو شو اللي يسوي، بين لهم يعني خطورة هذه الأشياء بالضبط. لازم يعرفونها، وفي نفس الوقت مثل ما قلت هاي يعني عادات الواحد يتربى عليها. صحيح. يوم مثلا الطفل يشوف اهله مستعيلين طالعين من البيت ما ياكلون وجبه الافطار، يعني اغلب الناس خلينا نكون واقعيين ما ياكلون وجبه الافطار في البيت، يعني
نادر ما تشوف عائلة تجلس وبتاكل وجبة الإفطار يعني. والله نحن جزاه الله خير جمال مطر يوميا يجيب لنا سندويشات فلافل دوام حسبتي ما ناخذ في البيت شيء. هذه تحية حق الأستاذ العزيز جمال مطر، كلامك سليم اللي لكن المشكلة وين؟ حتى لو ما أكل في البيت المفروض أن يأكل في المدرسة. أكيد صح، فلازم تتوفر وياه وجبة بعد تكون صحية ومتكاملة فيها جميع العناصر الغذائية اللي ذكرتها، اللي هي النشويات، أنه ضروري تكون في نوع من النشويات اللي هي الخبز، مثل ما قلت الخبز بكافة أنواعه يعني اللي هو يحبه، والتنويع طبعا الشوفان مثلا، الكورن فليكس، يعني في وايد أنواع، أي شيء الطفل يحبه نخليه موجود. ومثل ما قلت أن التكرار بعد ممكن يخليه يمل أو يخلي صحيح. الوجبة مثل ما هي وما يأكلها صحيح. وبعد أن مثلا إذا في يوم يكل فيها أن سندويتش في اللبنة أو الجبن بيكون مغطي احتياجه بعد من مشتقات الألبان بعد، يعني هاي بتكون وجبة متكاملة إن خبز وجبن وفيها مثلا خيار أو طماط، هاي وجبة فيها يعني عناصر غذائية يحتاجها الطالب. طيب الفواكه والخضروات يعني هاي شيء يعني ضروري يكون متواجد في الحقيبة الغذائية بعد. طيب في المدرسة شيخة في بعض أولياء الأمور يتحايلون على الأطفال بشكل غير مباشر أن ممكن على سبيل المثال يخلط الحليب مع الشوفان وكذا بشوية شوكلت ولا شوية الفواكه الشوكلت أنت تقصد الشوكلت يعني؟ هي هذا هل موضوع صحي ولا؟ إذا كانت كمية بسيطة ويختار بعد الشوكلت اللي هو أعلى في نسبة الكاكاو تكون أعلى فهذا بيكون بالعكس شيء مفيد مفيد له ويا الكاكاو مو ضده. ممتاز ممتاز. طيب يعني قبل ما أختم معاك كلمة أخيرة تبغي توجهينا لمستمعينا الكرام؟ هو باختصار وجبة الإفطار تساعد الطالب في الحصول على تغذية سليمة متكاملة لأنها تغطي احتياجهم اليومي من غذيات بسهولة أكبر، بما أن أغلب اليوم يعني في المدرسة، فإذا أخذ وجبته قبل ما يروح المدرسة وكملها بوجبات خفيفة مفيدة في المدرسة فيكون غطى أغلب احتياجه من المغذيات الأساسية اللي هي البروتين وأنواع الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، فأتمنى أنهم ما يتاونون بوجبة الإفطار. ممتاز، نحن شاكرين لك أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأخت شيخ السويدي على هذه المعلومات، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. Have a nice weekend. وياكم حياكم الله. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا نطلع نحن فاصل، إن شاء الله بعد الفاصل نتواصل معاكم وعندنا فقرات المستمرة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا متواصلين معاكم متواصلين معاكم عبر آخر ما يعني تجود به التقنيات والأجهزة التي تتواجد في هيئة الصحة بدبي، حيث تمكنت هيئة الصحة بدبي من تحقيق التوظيف الأمثل لمجموعة من التقنيات والتجهيزات الطبية الذكية في العديد من التخصصات بمنشآتها من المستشفيات المراكز والعيادات المتخصصة، من بين ذلك ما يظهر جليا في مستشفى راشد وبالتحديد قسم العظام، حيث تجرى العمليات الجراحية في هذا القسم بتلك التجهيزات. اليوم معنا دكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد. أول شيء صباحك الله بالخير دكتور. السلام عليكم، كيف الصحة؟ الله بخير. أنا أدري بك توك طالع من العملية، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. منحاول ما منطول معاك كثير دكتور، إذا نتكلم عن فكرة عامة عن طبيعة العمليات الجراحية للعظام وأهمية توظيف التقنيات الذكية في هذا التخصص اللي يشهد حقيقة يعني قفزات تكنولوجية كبيرة في مختلف المجالات.
بداية السلام عليكم. أنا بتشكركم على الاستضافة الدعوة بالنسبة لهالموضوع. ما في شك مستشفى راشد مثل ما هو معروف بالبلد، يعني قسم العظام موجود فيها، هو من أكبر الأقسام موجودة بالبلد، والحالات متعددة اللي تجرى بمستشفى راشد. يعني وصلنا لأرقام تعتبر من أعلى الأرقام موجودة بالبلد حتى بالخليج. وما في شك نوعية الإصابات اللي بتجي على مستشفى راشد شوي معقدة، والحمد لله رب العالمين النتائج جيدة. بس ما في شك، ما في شك الاستعانة بالتقنيات الجديدة هي لأسباب متعددة، والسبب الأساسي هو البوسيبيليتي، يعني الإمكانية إنه نوصل لمرحلة تكون الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية بالنسبة للمريض توصل للمرحلة الدنيا حتى للمرحلة الصفر. فالحمد لله رب العالمين استطعنا، كان هذا بجهود إدارة مستشفى راشد وإدارة وهيئة الصحة، إنه التطوير وإدخال المعدات المتطورة. فالحمد لله رب العالمين من خلال 3 أشهر سابقا أدخلنا معدات اللي هي عبارة عن شيء نسميه سيتي سكان داخل العملية مرفقة مع نافيجيشن اللي هي الملاحة الطبية، وهذه ابتدينا المرحلة بمرحلة إصابات فقرات الظهر. دكتور بس شوية تبسط لي إياه للمستمعين، لأن الفكرة غريبة بالنسبة لي. يعني الفكرة تتمحور حول أنه المريض أما بيوصل لمستشفى راشد أو أي مستشفى وعنده إصابة بفقرات الظهر، وهذه إصابات خطيرة ممكن تؤدي مضاعفاتها لتغيير حياة المريض. اللي له هو لا سمح الله الشلل والأمور الثانية. فهالتقنية الجديدة المريض بنعمل له داخل العملية سيتي سكان اللي هي تتراوح مدتها تقريبا 25 ثانية. هل السيتي سكان يعني الكمبيوتر تنتقل الصور لشيء نسميه نافيجيشن. نافيجيشن يعني الملاحة. صح. نشتغل نحن بالفقرات، منثبت الفقرات بمساعدة الملاحة. تفسيره إنه الأخطاء الطبية وتثبيت الفقرات بيوصل مرحلة الأخطاء للصفر. ما شاء الله. للصفر. ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين. والجراحة لا تتطلب بالتقنية الجديدة، تتطلب نفتح الجرح، الجرح الكبير 10 سنتي أو 15 سنتي. الجراحة تتمحور على 4 جروح لا تتعدى كل جرح نص سنتي. نفس جراحة المنظار يعني تقريبا. نفس جراحة المنظار. والمريض قبل ما يظهر من العملية بيكون أكيدين 100% إنه العملية نجحت، والمريض لا يتطلب بعد العملية إنه تعمل له أشعة وسيتي سكان وفحوصات. بيكون نحن أكيدين قبل ما يظهر المريض من العملية إنه الأمور الحمد لله رب العالمين معمولة بطريقة جيدة جدا، والمريض من تاني يوم منخليه يمشي، والإقامة بالمستشفى لا تتعدى 2 يوم. سابقا كان المريض يقعد 5 أيام 7 أيام حتى 10 أيام في السرير، بعد مو في السرير. إيه لما يبتدي يمشي. لا يبتدي يمشي. بهالتقنية الجديدة في عدة شغلات تحسنت. أول شيء السيفتي، الأمان للمريض. صحيح. والنتيجة عدم الأخطاء. ورقم 3 الأوجاع، وصلت مرحلة الأوجاع لا تتعدى 2/10، والإقامة بالمستشفى لا تتعدى 2 أو 3 أيام. ممتاز. كل هالأمور بتحسن له وضعه للمريض. ممتاز جدا. طيب دكتور، يعني هذا جانب من الجوانب اللي تخدم فيها التقنيات الذكية الطبيب والمريض بشكل يعني موازي. ما في شك هيدي خطوة متقدمة جدا. متقدمة. ما في شك اعتماد ما يزال على الجراح، بس بالاستعانة بهالمعدات بهالتقنيات الأمور تقدمت جدا. كنا نسمع سابقا عملوا عمليات ظهر صار في مشاكل بعد العملية، صار في مشاكل بالأعصاب، فالخطأ بهالعمليات خطير. صحيح. لو عم نحكي 2% 3% 4%، ورغم ذلك
ممكن يأثر على المريض لكل حياته. صحيح. فبهالحالة التقنيات عم بتساعدنا وعم بيستفيد المريض، عم بيستفيد المريض إنه العملية توصل مراحل الخطأ للصفر، للصفر. سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين، وأجرينا العمليات والمرضى نتائجهم رائعة والحمد لله. وحتى في معلومة، في مرضى، في مريضة من سويسرا وقعوا بسويسرا، قالوا لا ما بنجي إلا على مستشفى راشد لنعمل عملية. فالحمد لله رب العالمين النتائج وهالمعدات وهالتقنيات بمجهود الإدارة ومجهود هيئة الصحة والخطة اللي موجودة، وإن شاء الله بالمستقبل القريب في خطة أكثر كمان متقدمة اللي هي وجود الروبوتكس اللي هو العمليات عن بعد. فإن شاء الله هذه الخطة المستقبلية. هذه دكتور يعني شغلة مهمة، الحين أنت فتحت مجال الحديث عن تقنيات والتجهيزات اللي توظف في جراحات العظام، مستويات هذه التجهيزات. الآن إذا ما نتكلم عن الروبوت ودخوله في مثل هذه العمليات، طبعا هو عامل كبير مساند لنجاح هذه العملية، ولكن في الأساس هو الشخص اللي يعمل على مثل هذه العمليات، مستوى الأطباء اللي موجودين اللي قاعدين يعملون، وأصلا هم فاهمين كيفية استخدام هذه الأجهزة وتوظيفها التوظيف المناسب للتشخيص وأيضا العلاج. مظبوط. فعلى الموضوع اللي اتفضلت حضرتك فيه، نحن ما استعملنا هالمعدات إلا بعد ما كان في تيم مؤلف من 7 دكاترة طلعوا عم بيطلعوا على مراحل على أمريكا، وعم بيصير تدريب هناك موجود بأمريكا. بعد ما بلشوا التدريب وصار في عندهم المام بالمعدات الجديدة، فبلشنا العمليات. وبالنسبة للروبوتك مثل ما حضرتك عم بتقول، كمان التيم عم نجهزه مشان كمان يدرس، لأن هذه بدأ مراحل دراسة كمان. فنحن ماشيين بالبروسس، عملنا الخطوة الأولى والحمد لله رب العالمين، السيتي سكان والنافيجيشن الملاحة داخل العملية، والخطوة اللي بتلحقها هي خطوة الروبوتكس إن شاء الله، وإن شاء الله هنكون من الأوائل بالشرق الأوسط إن شاء الله تعالى. دكتور يعني قسم العظام في مستشفى راشد للأمانة عنده إنجازات كبيرة، وأيضا قام العديد من العمليات النادرة والصعبة كذلك على مستوى العالم إذا بتكلم، وأيضا على مستوى المنطقة يعد الأفضل، مثل ما ذكرت الحادثة اللي يعني تعرضوا لها الأخوان السويسريين اللي اختاروا مستشفى راشد للعلاج. فهذه ثقة، هذه ثقة كبيرة. فأنا أبغى أتكلم عن الإنجازات اللي تحققت في القسم. ولله الحمد، من إذا بدنا نحكي من عدد العمليات، أجرينا خلال السنة الماضية حوالي 6,000 عملية. ما شاء الله. 6,000 عملية يعتبر من أكبر الأرقام موجودة كمستشفى على مستوى الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا. ولذلك من فترة كان موجود انعرضت بالجرايد إنه أخذنا المرتبة يعني من المراكز 10 الأول على مستوى أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط. إن شاء الله. كأفضل ديبارتمنت، كأفضل قسم من ناحية العمليات، عدد العمليات، من ناحية نوعية العمليات اللي تجرى بمستشفى راشد، والسبب التالي كمية المضاعفات اللي تعتبر من أدنى نسبة مضاعفات موجودة على مستوى العالم. صحيح. فلذلك أخذنا الأكريديتيشن يعني ما بين 10 مراكز الأول. فالحمد لله رب العالمين. ونوعية العمليات اللي تجرى كثير من المستشفيات لا تجرى فيها. صحيح. حتى صار مستشفى راشد وقسم العظام هو مركز تحويل، يعني أي عملية صعبة وفيها صعوبة وخطرة تحول دايركتلي على مستشفى راشد. صحيح صحيح. صار سنتر. الحمد لله رب العالمين، وعنا الدكاترة أكفاء ومتمرسين والخبرة عالية جدا.
ممتاز. وايضا وصرنا مركز كمان بالنسبه لجمعيه العظام اللي مركزها بداغوس، نحن الوحيدين المركز التدريبي على مستوى الخليج كمركز عظام، المركز الوحيد. ممتاز. طيب دكتور، الجمعيه العالميه، وهذه أضفت عليها بعد التجهيزات الجديدة الذكية والتقنيات، وأيضا يعني هذه بداية المشوار، وصلت مرحلة عالية ومتقدمة جدا. نتمنى الاستمرار على هذا النمط، لأن الإنجازات حقيقة لا تتوقف في مستشفى راشد وفي هيئة الصحة بدبي، وأنتم يعني تساهمون بشكل كبير في رفع هذا المستوى. والشفاء دائما نحن نقول من عند رب العالمين، يعني نحن مجرد أسباب، ولكن دائما ما نسعى إلى تقديم الأفضل لعملائنا. شاكرين لك دكتور، وكلمة أخيرة تبغى توجهها. توجيهات المدير العام، توجيهات إدارة مستشفى راشد، إنه نكون على طول سباقين، وإيجاد بمستشفى راشد وبغرف العمليات أحدث المعدات. وفعليا مستشفى راشد كغرف عمليات، المعدات الموجودة تعتبر من الأحدث في العالم، من ونتمنى لكم الأحدث. التوفيق دائما يا دكتور، وانتم مميزين دائما، يعني الله انا شاهدت يخليك، فيكم نحن نجوح حقيقة. بنتشكركم، نحن بنتشكركم على الاستضافة، ونحن يعني هذا الشرف لنا نكون موجودين معكم. شكرا جزيلا دكتور، وشاكرين لك وقتك. الله وللأمانة يسلمك، يعني الدكتور كان مشكورين. خارج من غرفة العمليات ونحن خذناه على السريع، جزاه الله خير، ما قصر. شكرا الله دكتور يسلمك، بلال. مشكورين مشكورين، الله يحفظكم إن شاء شكرا الله. دكتور بلال اليافاوي، استشاري ورئيس قسم العظام في هيئة الصحة بدبي، كان معنا عبر الهاتف. إذا مستمعينا، في رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا في مجال يركبون مظلات للسيارات لمستشفى أو لمركز، يعني هو يقصد مركز ند الحمر، إن شاء الله ما يرفع المسج هني. اليوم أنا على بالي محمد عمر بيكون معانا في التنسيق، ولكن بوعتيج سامحني أنا نسيت أخذ الرقم من محمد عمر، وموصي حين يعني من بداية البرنامج حتى للأمانة، وصيت مخرجنا أيمن سرحيل أن يكلم محمد عمر ويجيب لي الرقم. أذروايز أو بشكل آخر، إذا ممكن ترسل لي رسالة نصية بوعتيج برقم البطاقة الصحية، على أساس أنه رقم هاتفك، بس على أساس أني أنا أحول الموضوع، أو اتصل على البرنامج الحين بعد أيمن يترياك، يعني ليه ما يرد علينا محمد عمر، ما أدري يعني هو في إجازة. أتمنى تكلمني اليوم يعني، أو ترسل لي الرسالة. طيب نطلع فاصل، بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. فتن علي تو أيمن سرحان بالتليفون وجاي يصرخ علي، قال يلا بنطلع الهواء. يقول بس قبل لا أقرأ الرسائل أذكركم بأرقام التواصل معنا: 600-551414، أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. اللي عنده أي اقتراح، أي ملاحظة، أي شغلة يبغي يوصلها ل يعني متخذي القرار في هيئة الصحة بدبي، ممكن عن طريق الأرقام اللي ذكرتها توني يتواصل معنا. هل يستقبل مستشفى راشد الوافدين؟ المستشفى يستقبل الجميع ما دام عندك تأمين وعندك يعني تستوفي الاشتراطات اللي موجودة، المستشفى مفتوح للجميع. طيب موضوع المظلات لمركز ند الحمر حولناه، وإن شاء الله بيتواصلون معك عزيزي المستمع. الآن ما ننتقل لموضوع آخر عندنا، بيكون إن شاء الله
دكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. بنتكلم عن الجولة الجديدة لهيئة الصحة في عالم المسرعات واللي استأنفتها الهيئة يعني هذه الجولة السادسة مع مبادرة المسرعات فيما تستعد في الوقت نفسه إلى الدورة السابعة لهذه المبادرة العالمية اللي ابتكرتها مدينة دبي يعني من باب التصدر والبقاء في المقدمة دائما في مختلف المجالات أهمها المجال الصحي اللي تلعب التقنيات في دور رئيسي مثل ما شهدنا مع الدكتور بلال اليفاوي هذا الموضوع وأهمية يعني التقنيات والحلول الذكية في مجال يعني رفع دقة ومستوى العمليات الجراحية وأيضا صحة الإنسان خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة ما بين بلدان ومدن العالم. اليوم نحن نتحدث عن اقتناء أفضل الحلول الذكية الدورة السادسة وما قبلها والدورة السابعة والاستعداد لها. معانا الدكتور محمد الرضا. صبحك الله بالخير دكتور. بالنور والسرور يا أبو يوسف. طيب النور. اليوم نحن نتكلم عن مقتنيات الهيئة من الدورات الخمس السابقة للمسرعات. يا ليت تخبرنا تأخذنا شي جولة سريعة لأهم هذه المقتنيات. بإذن الله أبو يوسف. مثل ما تعرف في 2016 شهر 9 بدأت أول دورة للمسرعات دورتها الأولى في ظل مؤسسة دبي للمستقبل. وطبعا من اللي يثلج الصدر ان هاي الدورات كلها اتت بنتائج مبهره الحمد لله، سواء كانت في الذكاء الاصطناعي، طباعه ثلاثيه الابعاد، التطبيقات الذكيه، سواء كانت على مستوى هيئه الصحه او القطاع الخاص، البلوك تشين والى اخره. يمكن من اهم الاشياء اللي اشتغلنا وياك حتى ابو يوسف اللي هي حاله الشاب فهد علي للطباعة ثلاثية الأبعاد. يمكن هذه أنا من أحب الحالات اللي على قلبي لأنها كانت مؤثرة جدا. كانت يعني الشاب مواطن في العشرينات من عمره عند عاقة في الرجلين أو عفوا بتر في الرجلين. صحيح. فأول ما جاء لهيئة الصحة كان يبغي البروستاتيك أو الرجل الاصطناعية أن تكون رجل العادي اللي هو متعود عليها. صحيح. فقعدنا معاه وقنعناه بالطباعة ثلاثية الأبعاد. بعد جهد جهيد اقتنع ولبس الرجل المطبوع عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد وجدا كان مبسوط منها. الألم عنده في الظهر خف، المشية تعدلت أفضل، طريقة لبس للساق الاصطناعية في الصباح كان تأخذ لك الرجل تقريبا ثلث ساعة، اليوم يمكن زي ما يقولون كليك اوف باتن خلال ثواني هو لابس الرجل ورايح للدوام. على فكره هو شاب يمارس حياته الطبيعيه في هيئه كهرباء ومياه دبي، يداوم حياه طبيعيه، يلعب رياضه، وهو ايضا بطل اولمبي في الكرسي المتحرك. فهاي يمكن ابو يوسف اذا تسمح لي من احب الحالات على قلبي اللي قدرنا نحن نلمس حياه انسان ونطور من حياه انسان. وهذا الفكر أيضا جاء من أحد الدورات في المسرعات. عندنا أيضا أفكار أخرى سواء كانت في الأنظمة الدوائية، في الأنظمة لكشف عن تلال الشبكية عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو كان أيضا جهد بسيط من قبل الفريق، ولكن اليوم التوجيهات أن نعمم هذه النتيجة على جميع مستشفيات هيئة الصحة. فحص تلال الشبكية لدى مرضى السكري. مثل ما تعرف كل مريض سكري اليوم يحتاج له 4 إلى 5 صور سنويا لكل عين بالنسبة لتأثير السكري على شبكية العين. بطبيعة الحال تأخذ الصورة وتبعث إلى طبيب العين، يمكن يعني يبالها 2 أو 3 لما الطبيب يشوف الصورة يعاين الصورة وترجع النتيجة بالتالي إلى طبيب السكري. عن طريق الذكاء الاصطناعي قدرنا نختصر هذا الوقت من 3 أيام إلى 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق، حتى في دقيقة واحدة ممكن للذكاء الاصطناعي يشخص ويقولنا بالفعل هذه الشبكية فيها اعتلال من السكري أو لا، وإذا فيها شو الإجراء الذي يجب أن يتبع. عملنا ضجة يمكن إيجابية هذه الفترة، أذكر كان في أسبوع الابتكار 2018، إن كيف جهاز بيقوم بدور طبيب، وهل أنتم بتنسون دور الطبيب في المستقبل؟ لا، نحن بنكمل دور الطبيب. بما أن الذكاء الاصطناعي اليوم موجود، الذكاء الاصطناعي يجب أن يشوف الكم الهائل من الصور، 5000 صورة في اليوم مرة.
فنحن ما ناخذ دور الطبيب ونستغنى عنه، بالعكس نحن نقول للطبيب ركز على 50 صورة اللي فيها اعتلال الشبكية وعالجهم بسرعة، ولكن 4950 لا، خلي الذكاء الاصطناعي يطلعهم من السيستم. هاي أيضا من الأمثلة اللي تحضرني حاليا على أهم مخرجات المسرعات. يمكن دورة المسرعات هي مدتها قصيرة 8 أسابيع، ولكن أثرها يتم على مدى السنين. صحيح. عندنا من الدورات من 2016 إلى اليوم نحن في 2019 شغالين مع نفس الشركات على نفس التواصل، وفاعلين نفس اتفاقيات التعاون معاهم، وحتى اليوم الدعم اللي نلاقيه من مؤسسة دبي المستقبل سواء كانت من الأخ خلفان بالهول أو عبد الله الفلاسي، دعم الصراحة إلى حد لا انتهاء، دعم مطلق، بحيث أن هذه الشركات تكون متواجدة معنا بأفكارها وبتطبيقاتها وتسريع تطبيقها في إمارة دبي في القطاع الحكومي والخاص، وبالتالي اسم مسرعات يعني اسم على مسمى. جميل. هيئة الصحة بدبي دكتور تأخذ يعني دورات المسرعات بجدية كبيرة، ولاحظنا مثل ما ذكرت هذه الإنجازات اللي تحققت في العديد من المجالات، يمكن تذكرت بعضها، ولكن الكثير منها تحققت، والكثير من الأمور اللي مفروض يعني تدخل المجال الطبي بعد 10 سنوات نحن قاعدين نشوفها اليوم في هيئة الصحة بدبي. هيئة الصحة شو اللي تستهدفه دكتور من الدورة السادسة، وشو هي نوعية التقنيات اللي بتركزون عليها خلال هذه الدورة؟ حاليا عندنا الذكاء الاصطناعي في ايضا في تلالية الشبكه، ولكن شبكه العين، ولكن هذه المره ما بنستخدم الجهاز الكبير اللي الكل يعرف اللي نشوفه في غرفه طبيب العيون، بنستخدم جهاز مصغر جدا كانه نحن نسميه الجن، هو شبيه بالجن لكن مصغر ومحمول باليد، ممكن ينحط في عياده، ممكن ينحط في سياره، ممكن ينحط في يعني متنقل اكثر، ونعتمد على الذكاء الاصطناعي. خاف يوقفونه من الشرطة دكتور بعدين؟ نعم، لا هو شكله كذي بس، لكن استخدامه بريء. فبالتالي هاي شركة فنلندية تشتغل معانا في هيئة الصحة، وتشتغل أيضا مع شريكنا اللي طبق معانا الذكاء الاصطناعي في الدورات السابقة، بحيث أن نطور المنتج هذا. وأيضا عندنا شركة من اليابان، شركة تقوم بتطوير لصقة إذا صح التعبير، تلصق على الصدر وتقوم بقياس نبض القلب، تقوم بقياس التخطيط القلبي، حركة جسم الإنسان، درجة حرارة جسم الإنسان. فقبل إذا تذكر بيوسف يبنى تيشيرت أو فانيلة، هذا اللي أنا ما شفته الحين وعدينا فيها، بس إن شاء الله لما يوم بتشوف اللصقة هذه الصغيرة بتقول لا بالفعل الفانيلة شيء كبير ولازم ألبسها. هذه اللصقة يمكن ما تتعدى سنتيمترين. فأيضا نحن لما نجيب فكرة في 2016 مثلا، نتحدى الفكرة في 2019 نشوف شو أفضل من هالفكرة. يعني الفانية صارت قديمة الحين؟ صارت قديمة. يعني أنت الحين بس عشان تخلي مسؤوليتك أنك أنت تجيب لي فانية بتجيب لي لزقة؟ بالعكس غيبت لزقة تامر أبو يوسف. الله يسلمك. وأيضا عندنا من الشركات الموجودة شركة مكفار من فرنسا حاليا، هي تقوم بخدمات الأنظمة الذكية للصيدلية من ناحية التخزين. احنا نعرف ان ادارة الصيدلة عندنا في هيئة الصحة ما شاء الله من الادارات المتميزة في تقديم الخدمات الروبوتية للمريض من ناحية الكاستمر، من ناحية العميل، ولكن الان نتكلم من ناحية اللي ما يشوفها الكاستمر، ما يشوفها العميل، اللي هي في المخازن، كيف ترتيب الادوية في المخازن بحيث ان العميل يوصل الدواء on time. طبعا كلها هاي ثواني وكلها يعني يمكن ملي سكند، اقل من اجزاء من الثانيه، لكن تخدم المريض. جميل. طيب افهم دكتور ان التوجهات والمسارات اللي بتسيرون عليها يعني راح تتعدى الاجهزه اللي يشوف المريض الى الاليات العمل في القطاع الصحي بشكل خاص، يعني وايضا الامور ما وراء تقديم الخدمة في الدورة السابعة أو في مسارات معينة ثانية بتأخذونها؟ نحن عندنا ارتكازات، يعني دائما لما ننتقي شركة أو شريكة عندنا في المسارعات يجب أن يثبت لنا أنه بيأثر على أحد المعايير الثانية، إما أنه بينزل وقت الخدمة، بيسرع عملية تنفيذ هذه الخدمة، بيضيف لجودتها،
بيقلل التكلفة، وبالتالي هذا يصب في سعادة المتعامل أو سعادة المريض. ممتاز. فهذه الأربع ارتكازات اللي دائما نحطها نصب أعيننا في اختيارنا لأي تقنية، اختيارنا لأي شريك في أي دورة كانت. يعني الوقت والجهد والجودة والتكلفة أيضا. والتكلفة بعد نزل التكلفة بحيث أن نضمن استمرارية الجودة. ممتاز. طيب دكتور، يعني خلني أركز على الفائدة اللي تعود على المرضى من وراء هذه التقنيات. شو هي الفائدة الكبيرة اللي نحن نسعى لها؟ الوقت، اختصار الوقت، اختصار الوقت نحن نركز عليه بطريقة كبيرة بيوسف، لأنه لو تشوف أنه لو تقلل وقت الانتظار في كل خدمات، وقت الانتظار، وقت الريكفري من العلاج نفسه. بالضبط، اختصار الوقت مطلوب جدا في رحلة المريض سواء كان مرض شديد أو خفيف، اختصار الوقت جدا جدا مطلوب. طيب دكتور، نحن نتمنى لكم التوفيق، وكلمة أخيرة تبغي توجهها قبل ما نختم معك. والله أحب يعني أشكر جميع الشباب اللي عندنا في المشرعات القائمين على هذا البرنامج، سواء كانت الأخت خلود سلطان أو الدكتورة شذا، لأنهم بالفعل يعني يحطون جهد كبير في انتقائهم للشركات، وفي مخاطرة عليهم هم شخصيا، أنه والله شفنا التقنية هاي، درسنا هاي التقنية، وحد مر على هالتقنية في بلدها، لكن لما تجيب التقنية يمكن يتفاجئون ببعض التحديات اللي يجب أن يحلونها. فوجه لهم تحية صراحة يعني عبر إذاعة، أن المخاطرة اللي يأخذونها واللي خذوها عبر الثلاث سنوات اللي مضت يمكن كبيرة عليهم، ولكن دعم عالي حميد قطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، يعني أعتقد هذا الدعم اللي خلانا نحن نستمر بنفس الحماس اللي من أول دورة، ونحن مقبلين على الدورة السابعة إن شاء الله. الله يوفقكم دكتور محمد الرضا، مدير إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، نتمنى لكم التوفيق من خلال الجولات القادمة في عالم المسرعات. شكرا جزيلا. شكرا يوسف. طيب بس تذكير بالمسرعات يا جماعة الخير، ترى هي تدخل في مختلف الخدمات الحكومية، يعني هذه مبادرة تم إطلاقها ومتابعتها من قبل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، واللي يدعمها يعني بشكل كبير ويتابعها بمراحلها المختلفة، أيضا كل هذه بتوجيهات سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه. المستقبل بين أيدينا اليوم الحمد لله في كل المجالات. عموما اللي كان يتحدث عن مظلات السيارات، أعتقد الإخوان تواصلوا معك، أفادوني أن هي من نطاق عمل هيئة الطرق والمواصلات وغير يعني تابع لهيئة الصحة. نتمنى يعني نقدر نتواصل مع الهيئة في هذا المجال، لأن في النهاية نحن نخدم نفس الهدف اللي هو رضا العميل وسعادته، سواء كان في داخل المركز أو حتى الأماكن المحيطة به. نختم ولا عندنا وقت حق دراسة؟ نختم دقيقة. زين، هاي دراسة على السريع، لأن في خبر سار لمرضى السكري، يتعين على المصاب بالنوع الثاني من السكري البحث عن وسائل التحكم في مستويات السكر في الدم، نظرا لأن المواد الغذائية يعني لها تأثير جلي قد يحدث أو قد يحدث فرقا كبيرا، حيث أن بعض العناصر الغذائية تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، بينما يمكن للبعض الآخر المساعدة في الحفاظ على المستويات الطبيعية للسكر في الدم، بما في ذلك وجبة الإفطار الأساسية، وفقا لدراسة جديدة اللي كشفت أن استهلاك الحليب في وجبة الإفطار يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم على مدار اليوم. الدكتور دوغلاس غوف وفريق من العلماء من وحدة أبحاث التغذية البشرية بجامعة غويلف في بالتعاون مع جامعة تورنتو، أجروا يعني فحص لآثار تناول الحليب على البروتين في وجبة الإفطار وعلى مستويات السكر في الدم والشبع بعد تناول وجبة الإفطار وبعد الوجبة الثانية. قلل الحليب المستهلك مع حبوب الإفطار من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل مقارنة بالماء، كما
قلل تركيز البروتين العالي من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل. فمثل ما قالت أخصائية التغذية عندنا بالنسبة للطلب أن ركزوا على وجبة الأفطار، نحن نقول لكم بعد كذلك الكبار ركزوا على هذه المسائل، لأن ممكن أنكم تصلون إلى نمط الحياة الصحي اللي يأخذنا إن شاء الله نحو الوقاية من الأمراض. شكرا لك أيمن سرحيل كان معنا في الإخراج، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ونلقاكم إن شاء الله أو بتلقاكم الدكتورة ندى مطلع الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.